يا تحكولي الحلم انا حلمت بايه واللي يحكيه فسره له وهيكون له هدايا جزيله، يا اما تتقطعوا كلكم اربا اربا. ربنا قال فيه ازمنه اسمها ازمنه الامم. ليه؟ لان اسرائيل فشلت انها تشهد لله وعبدت الاوثان بعد ما وداهم وبنى لهم الهيكل وعاشوا وادى لسليمان حكمة، لكن رجعوا ورا الأوثان. حتى سليمان نفسه بخر للأوثان فغضب عليهم ربنا، قال خلاص أنا كنت أحكم العالم من خلال إسرائيل، هدي حاجة فرصة اسمها أزمنة إيه؟ الأمم. مين هم الأمم؟ الأربع إمبراطوريات هيحكم العالم لغاية ما المسيح يجي في مجيئه الثاني. نبوخذ نصر نام حلم حلم، أول ما صحي جاب السحرة والمنجمين، ومن حظ دانيال وحنانيا وعزاريا وميصائيل كتبوهم من ضمن مين؟ المنجمين اللي هم إيه؟ اللي هم بياخدوا رأيهم. كانوا زمان المنجمين يقروا الطالع للإمبراطور، وعن أبوخذ نصر عارف أن كلهم كذابين، يعني راجل ما ينضحكش عليه، فبعت للمنجمين فجم. لما جم المنجمين قال لهم أنا حلمت حلم، أتفضل مولاي احكي. قال لهم لا، أنا صدر مني رأي أن اللي عايز يفسر للحلم يقول لي أنا حلمت بإيه ويفسره لي، لان انا عارف كذبكم. اجي احكي لكم الحلم تقولوا اللي ده هيحصل بعد 500 سنه، الموضوع ده يا مولاي هيحصل بعد 400 سنه، وبعد 400 سنه يكون هو وهم ايه ماتوا وراحوا. لا انا ما ينضحكش عليا، يا تحكوا لي الحلم انا حلمت بايه واللي يحكيه فسره له وهيكون له هدايا جزيله، يا اما تتقطعوا كلكم اربا اربا. وقعوا في حزبيص، قالوا له اللي بتطلبه ده ما حدش طلبه قبلك، وده ما يعرفوش غير الآلهة بقى مش المنجمين ولا السحرة. فصدر الأمر بالقتل المنجمين والسحرة بما فيهم دانيال وحنانيا وعزاريا وميصائيل. دانيال راح للمستشار بتاع نبوخذ وقال له ممكن تطلب من الملك يأجل القتل 3 أيام بس عشان احنا نصلي وربنا هيدينا ان احنا نقول له الحلم ونفسره. وخد اصدقائه وراحوا صلوا، وفي الليلة التالتة كشف ربنا لدانيال الحلم. دخل لنبوخذ نصر قال له انت يا مولاي رأيت تمثال واقف راسه وكتافه ذهب، صدره فضة، بطنه وفخداه نحاس، رجليه حديد، صوابع رجليه العشرة حديد وخزف، وعمر الخزف ما يتحد مع ايه؟ مع الحديد. قال له مظبوط. قال له حلمت ان في حجر اتقطع من الجبل بغير يد، لوحده كده انفصل عن الجبل بغير يد ونزل على رجلين التمثال، اباد الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب، وزراهم وبقى الحجر جبل كبير ملا كل الارض. قال له مظبوط. قال له الحلم ده حلمته مرتين عشان ربنا بيأكده. قال له تمام. قال له اسمع بقى التفسير، الرأس هي بابل وأشور، انت المملكة الذهبية، الذهب أغلى حاجة، بعد ما هتسقط المملكة بتاعتك هتيجي مملكة أقل منك شوية فضة اللي هي فارس ومادي إيران، وتسيطر على العالم. بعد ما تسقط المملكة الفضية هتيجي مملكة يونانية إسكندر المقدوني اللي هو النحاس، اسكندر المقدوني. بعد كده هتيجي مملكة رابعة اللي هي مملكة القياصرة،
الدولة الرومانية الخياصرة اللي هم اتسموا على اسمه السنين. السنين على اسماء مين؟ البطارك القياصرة. القياصرة. وكان اول واحد فيهم يوليوس، عشان كده السنة كانت تبتدي بشهر ايه؟ يوليو. يوليوس قيصر، اغسطس قيصر، سبتمبر ذا قيصر، نوفمبر ذا قيصر، ديكمبر ذا قيصر، يانواريوس، فبراويريوس، مايوس، يوليوس، ابريليوس، مايوس، يوليوس، اخر حاجة مايوس. وعلى فكرة في القيصرة دي كلهم قيصر واحد اتهزم اللي هو فبراويريوس، فبراير، عشان كده خلوه 28 يوم، خلوه ناقص. ده للعلم بس، لا اكتر ولا اقل. فقال له المملكة دي اللي هي القصر حديد بقى، الحديد ده يسحق ويدوق ويعمل كل حاجة. في هذه المملكة اتولد في ايامها المسيح. قال له اه، والمسيح هيأسس مملكة الكنيسة في قلب مملكة قيصر فيلبس، في نفس المكان، بس مش دلوقتي. امال ايه؟ قال له في اخر الايام دولة الرومانية اتفتتت، بقت 10 دول. احنا كنا بنطلق عليها سوق الدول ايه؟ الاوروبية. وهتفضل خزف وحديد، يعني عمرهم ما هيبقوا ايه؟ دولة واحدة، بس هيتحدوا اتحاد كامل مع الوحش. وده الكيان الكامل اللي هيجي المسيح ويطحنهم ويزيل كل ملك الأمم، ويصير تصير الأرض كلها للرب ومسيحه. هنا يسوع بدأ يعلن، دي في آخر الشمال، بعيد آخر شمال إسرائيل. لما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، ما سألش التلاميذ في أورشليم، لأن أورشليم هترفضه، وأورشليم هتتباد. لو كنت تعرف زمن افتقادك ومين اللي بيكلمك كنت تبت قديما، لكن تأتي ساعة يهدموك وبنيك فيك.